اهلا وسهلا بكم في الحلقه رقم 11 من بوكيمون راديكال ريد راندمايزر نزق تشالنج. انا بروفيسور ببع من قناه بوكيمونيان، والنهارده هنكمل رحلتنا في اقليم كانتو، خلاط البوكيمونات الصعب جدا. طبعا قبل ما نبدا حلقتنا بنعمل حاجتين مهمين جدا. اول حاجه، لو عجبكم محتوى فكره قناتنا يا ريت يا جماعه السوشيال دعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان تفكوش اي حاجه محتوانا، وطبعا ساعدونا نوصل لهدفنا 2000 مشترك ان شاء الله قريب جدا. حاجه تانية، احنا بنراجع على فرقتنا اللي هي حاليا مكونه من درونا الجالاريان زابتوس، معانا يوسف كويت اللوكاريو، هشام البلديان تورس المائي، سعد الجاسترودون لان انا طورت الشالوس بتاعنا ما بين الحلقتين، وللاسف الابيليتي بتاعته ايمرجنسي اكزت مش حلوه قوي، بس يعني هنحاول نغيرها بعدين. عموما باقي الفرقه معانا كيوب طبعا بطل الحلقه السابقه، الفيرو ثورن لو انتوا فاكرين، وانا خدت بالي انه عليه النيتشر دي وحشه جدا، احنا ما غيرناهاش من ساعتها، معقوله؟ اوكي. عموما اخر بوكيمون معانا سامي الدراجابولت، وقبل ما نتحرك في اي حته هنرجع بسرعه على البوكيمون سنتر نغير من النيتشر بتاعه. يعني شوف اسمه ايه ده، الفيروثون بتاعنا شالنا على كتافه وعلى ظهره شيل، برغم ان هو معاه الابيليتي الغلط او النيتشر عفوا الغلط. نخليه ايه، ادمنت احسن حاجه اعتقد بشكل مؤقت دلوقتي. لو احتاجنا نخلي حاجه فيها الدفاع ممكن نعمل ده قدام، ممكن تبقى كارفل على اساس نزود من السبيشال ديفنس بتاعنا. بس عموما احنا النهارده عندنا مواجهه مهمه جدا ضد، طبعا اولا روت 24 عندنا بوكيمون جديد نقدر نمسكه، لا في اثنين بوكيمونات جديده نقدر نمسكها النهارده. والحاجه الثانيه ان احنا هنخش في مواجهه ضد الناجت بريدج. طبعا ناجت بريدج اخر مره كنا عليه اخره كان نكت شويه لو انتوا فاكرين، فربنا يستر ان شاء الله ويسلم. هنا طبعا فيفيان وباترفري، اعتقد ممكن ضد الباترفري نعمل بلاك، وضد الفيفيان ممكن نعمل حاجه زي الماتل كلا. وهنشوف هنا طبعا اللوكاريو بالادمنت نيتشر والابيليتي بتاعت بول رش، اوكي ما عملش كفايه انه يخلص على الفيفيان، بس مفيش مشاكل. اعتقد هنشوف حاجه زي سليب باودر يمكن او اير كاتر، مش هتعمل دامج كبير قوي على اللوكاريو، بس تعمل اكتر شويه على الدرونا، بس مش مشكله. هيبقى وور مدام طبعا ضد وور مدام، اظن مش بلاك بريك بريك ولا بريك بريك. خلينا نعمل البلاك على الفيفيون، ونعمل باور اب بانش على الوور مدام. لا مش باور اب بانش، ميتال كلا. طيب بون رش برضو لا. طيب نعمل باور اب بانش واحده الاول على الوور مدام، وادي واحده، ونشوف بولدوز. اوكي مش تعمل كتير قوي، اوه عمل كتير على يوسف كويت كده، خطر الكلام. بس احنا معانا صحيح السيترس اورنبري، لا عايزين نغيرها دي. طيب في هذه الحاله نعمل بلاك ونعمل ماك بانش، المفروض الهجمتين دول يكونوا كفايه جدا ان هم يخلصوا على الوورم دام بالفعل وعلى يوسف كويت. عايزين نغير الايتم اللي احنا مدينها له، علشان طبعا احنا ايه مش عايزين اي خسائر، بالذات البوكيمون ده احنا بنحبه قوي، يعني عايزين نحافظ عليه، فنديله السيترس باري اهو كده. دي اول حاجه. وتاني حاجه طبعا هنستخدم واحد من البوكي فايل بتوعنا. المدربه اللي جايه دي معاها جيجلي باف امورا وبريون، ده معناه انه اللوكاريو بتاعنا لسه جامد، واعتقد كمان كيوب هيبقى تحفه ضد المدربه اللي جايه دي. فتعالوا ننزل هنا بكيوب شوفوا شكله هو بيبعنا. وطبعا واحنا بنستعد للمباراه اللي جايه، عايز اسالكم سؤال حلقه النهارده، انهي جيل بوكيمون هو المفضل لديكم على الاطلاق؟ انا كنت اكيد سالت السؤال ده قبل كده اكيد يعني، بس حابب اسالكم السؤال ده مره تانية. ايه اكتر جيل من اجيال البوكيمون بتحبوها؟ انا بالنسبه لي عندي عشق وحب شديد جدا جدا للجيل السادس، لانه الجيل اللي قدم لنا طبعا الميجا ايفولوشنز، تطورات الميجا، ويعني منحاز ليه بشكل مبالغ فيه شويه. فهنشوف ماتشات عملت دامج كبير شويه وهتقلل من السرعه بتاعتنا، ولكن ماتل كلا هنا على الجيجلي باف المفروض تبقى كفايه انها تخلص. اوه ما كانتش كفايه، انسينريت
ما عملتش حاجة على الكيوب خالص. دي هجمة مفروض انها فاير تايب طبعا, ودي هجمة كواد افكتف على الكيوب بتاعنا, بس الحمد لله استحمل الهجمة كويس قوي. طيب هنشوف تبديل هنا للبريون. طبعا بريون ما اعتقدش انها يعني هتاخد دامج خالص من الماتل كلاو, ولكن طبعا مش هتلحق تعمل هجمة لانها لسه منزلة يعني لسه مبدلة على ارض الملعب. فهنشوف هنا ماتل كلاو, انا لو كنت عملت باور ويب طبعا كانت هتبقى ممتازة, والاتاك بتاع كيوب هنا هيزيد بدرجة. ضد البريون مش هعمل حاجة بالكيوب بتاعنا, لان انا ممكن اضرب بالماك بانش بتاعتنا عليها, المفروض تعمل دامج كبير قوي, المفروض تبقى وان هيت نوك اوت كمان, مش كفايه. اوكي ربنا يستر ما يبقاش معاها هجمه يعني خطيره. الراوند هتبقى واتر تايب, مش هتعمل دامج كبير على الكيوب بتاعنا, بس هتعمل دامج كبير على اللوكاري. طيب هنبدل هنا يوسف كويت, وممكن نعمل الباور ويب بتاعتنا ونبدل يوسف كويت لمين يا ربي. اعتقد خلينا في الامان وننزل بهشام, خلينا في الامان وننزل بهشام. ماشي, هي لسه ما بقتش من النوع الفيري تايب, فده معناه انه الهجمه حتى لو معاها حاجه فيري تايب مش هتعمل دامج كبير, بس كده كده باور ويب هتخلص عليها. ويعني يوسف كويت انت محتاج تشد حيلك شوية, ده انت ادم انت نيتشر ومدلعينك يعني. طيب نعمل الفايل بتاعنا مرة كمان, والمدرب اللي جاي هيبقى معاه البوكيمونات الالكتريك تايب اغلبيتها يعني, بلاسل والكتريك وسنوبر, بلاسل والكتريك وسنوبر. طيب ضدهم احنا معانا يوسف كويت مرة تانية, لان انا علمته بون رش, وسعد اتعلمت اي هجمات من الجراوند تايب مد بوم ماشي حلوه, بس نتاكد كده انه مفيش اي هجمات من الجراس تايب, في جراس نوت بس على بلاسل, بس ما اعتقدش ان بلاسل هيلحق يعمل حاجه قوي ضدنا, لان احنا ممكن نستخدم اللوكاريو بتاعنا يعمل الهجمه بتاعه اسمها ايه يا ربي بون رش. فهنشوف هنا فعلا البدايه بتاعه بلاسل والكتريك, واحنا كل اللي علينا نعمله نعمل بون رش على بلاسل ومد بام على الكتريك. احتمال نشوف تبديل, بس ما شفناش اي تبديلات. فادي البون رش هتعمل اول ضربه, وفرنا بتضرب من مرتين لخمسه, طبعا ما كانتش اوكي الحمد لله الحمد لله, افتكرت انها مش هتعمل الضربه الثالثه. الحمد لله خلصنا على البوكيمون ده. فليم بيرست مش هتعمل دامج كبير قوي, برغم انه طبعا دي سوبر افكتيف, بس المات بام بتاعتنا وان هيت نوك اوت على الالكتريك, فكده تمام قوي. واخر بوكيمون طبعا السنوفر, رغم ان هو ايس تايب, او علشان هو ايس تايب الماتل كلاو بتاعتنا هتبقى كفايه قوي انها تخلص عليه, بس علشان نبقى في الامان ممكن نبدل الجاسترودون بتاعتنا لحاجه زي كيوب هنا, علشان لو الماتل كلاو دي ما موتتش السنوفر وعمل علينا هجمه جراس تايب ما تموتش برضو الجاسودان بتاعنا, فكده تمام قوي. تالت مدرب على الناجت بريدج هزمناه بنجاح, هيبقى مدربه اخيره او اثنين مدربين اخرى, جريدنت توجتيك وكلامبرل, دول بقى هنبدا نخش في السنجل باتلز. بما ان البدايه جريدنت فاحنا اكيد هنخلي يوسف كويت مره تانية, ولا ممكن نخلي هشام برضو, ممكن نخلي بس يوسف كويت بيشكل خطر اكبر شويه لانه بيمنع التبديل للتوجتك. برضه هنحتاج البوكي فايل مره كمان, ونسمي الله كده ونخش بقلب جامد ان شاء الله, يعني ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ضد البوكيمون ده. لازم ناخد بالنا بس انه جريدنت معاه ستومبينج تانترم, ما اعتقدش انها يعني تخلص علينا, فاحنا ممكن نعمل باور بانش واحده الاول, هتعمل مثلا اوكي 50% تقريبا دامج, وطبعا السيترس باري بتاعته هتساعده ان هو يسترد الاتش بي بتاعه للاخر خالص, لانه تشيك باوتش هتشتغل. نشوف بس ستومبينج تانترم دي هتعمل دامج قد ايه, يعني لو عملت اكتر من 50% بكريتيكال هيت. هي اللعبه دي اللي بتكرهني, بس انا عايز اسال سؤال, يعني انا عايز اتكلم مع اللعبه في ايه,
لانه كريتيكال هيت كمان ممكن تموتنا. بس لو مش كريتيكال هيت هنبقى في التمام. انا مش عايز اجازف، انا مش عايز اجازف. ممكن ننزل بدرونه والله. احنا درونه معانا تشيك باوتش بس مش مدين لها ال 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 السيترس باري. انا ما اعرفش ليه بعمل كده برضه. طيب نغير ده بعد المباراه دي. بس تعالوا ننزل بدرونه في هذه الحاله لانه هيعمل مره ثانيه الهجمه بتاعته. نعمل بريك بريك ونشوف تعمل دامج قد ايه. كويس حوالي 75% بس. ادي ثاندر فانج اوكي ما عملتش كتير الحمد لله. وبريك بريك كمان تخلص على الجريدنت. فادي اول بوكيمون هينزل اكيد بالتوجتك او الكلامبر. اوكي كلامبر مع اي حاجه تخوفنا، مع ايسي ويند ووتر بولس ريست وسليب توك. ممكن ننزل بكيوب على اساس نبقى في الامان برضو. ادي ايسي ويند كده كده مش هتفرق معانا قوي والله. عمل الدمج مش قليل برضو بس احنا كده كده هنختار نعمل الباور ويب بتاعتنا بعد ما نشوف التبديل للتوجتك. ضربت برضو زي ما انتم شايفين عمل الدمج كبير قوي ضد التوجتك ده. ممكن نعمل الماتل كلاب بتاعتنا بعد ما نشوف اير سلاش، شوف تعمل دمج قد ايه. مش كتير بس فلينش طبعا. تبديل مره تانية اوكي. يعني مدرب سخيف على ابعد الحدود. ماتل كلاب تضرب المره دي ونحاول نعمل باور ويب. نشوف ايسي ويند هتعمل نفس الدمج اللي عملته اخر مره طبعا، كان تقريبا 15-20%. بس احنا معانا سيترس باري تساعدنا نسترد الاتش بي بتاعنا والباور ويب المره دي هتفوت. طيب كلامبر حاول يستخدم ريست وده معناه انه هيسترد الاتش بي بتاعه، ولكن باور ويب بتاعتنا اعتقد هتبقى كفايه جدا انها تخلص على كلامبر في ضربه واحده. ويتبقى التوجتك اللي معاه اير سلاش، معهوش اي اختيارات تانيه احسن من كده ضدنا. يعني حتى لو عمل علينا فلينش مره ان شاء الله ما يعملش علينا فلينش التانيه، والماتل كلو هتبقى كفايه جدا اعتقد انها تبقى وان هيت نوك اوت. تعالوا نشوف هنا او يعني على بقيه الاتش بي اللي كان متبقي. فعلا خلصنا على توجتك وبقى اخر مدرب. زي ما اتفقنا عايزين نحط السيترس باري على الزابتوس درونا ونستخدم مره تانيه البوكي فايل بتاعنا. ضد المدرب اللي جاي هيبدأ بماباستف معاه انتميديت سلاندت ومستريفيوس. ماباستف مشكلة شوية الماباستف ده ان هو معاه انتميديت، بس اعتقد برضو يوسف كويت لسه كويس. هو معاه فاير فانج برضو بالمناسبة، معاه بايت اللي هي قوية ضد الدراجبولت بتاعنا، فاير فانج قوية ضد اسمه ايه ده اليوسف كويت، ايس فانج مش قوية ضد حد، لا ده قوية ضد دراجابولت، وتريل بليز قوية ضد هشام. كلها حاجات بايخة قوي. طيب انا اقول لكم على حاجة، هو هشام معهوش بالك اب صح؟ معاه اسمها الهجمة التانية اللي هي اسمها ورك اب. طيب انا هنجرب حظنا كده بهشام ضد المدرب اللي جاي ده. وادي ما باستف بالفعل، هي مشكلة في الانتميديت بتاعته دي هتوقع من الاتاك بتاعنا. بس برضو احنا ما عندناش يعني دفاع قليل ولا يعني قوة الهجمات بتاعتنا مش ضعيفة. برضو ما باستف برضو قوي. طيب فادي الدبل كيك او التريل بليز بتاعتنا عملت دامج كبير برضو هتديله سرعة علينا. لازم ابدل الدرون الحقيقة، لانه حتى لو استخدم تريل بليز ضدنا مش هتعمل دامج كبير. وفي نفس الوقت احنا معانا سيترس باري، فلو لا قدر الله استخدم ضدنا الايس فانج لسه برضو احنا نقدر نستحمل الهجمه ان شاء الله. تعالوا نشوف هنا، ادي ايس فانج ما نزلتلناش حتى تحت النص، فالبريك بريك بتاعتنا هتخلص على المباستف. فادي اول بوكيمون تخلصنا منه. هيجي بعديه اكيد المسدريفس. مسدريفس معاها ويلو ويسب، ودي هجمة بتقلل من قوة الهجمات بتاعة البوكيمونات طبعا. الفيزيكال طبعا، الفيزيكال خلينا بس ايه واضحين في الكلام. ممكن ننزل والله بالسعد، لانه سعد معاه هيدن باور دارك ومزريفيس طبعا جوست تايب. ادي الويلو ويسب زي ما اتفقنا تفاديناها الحمد لله على اي من الفيزيكال اتاكرز بتوعنا.
وحتى لو نزلنا تحت النص وبدلنا هيكس هيكس هتعمل دامج كبير طبعا بالفعل. طيب ادي هيدن باور نشوف بس هتعمل دامج قد ايه. ما عملتش حتى 50%. هيكس كمان تودينا ورا الشمس تودينا ورا الشمس. طيب سؤال هنا يوسف تقدر تعمل ايه؟ ماتل كلاه تبقى كفايه؟ يمكن يمكن. تعالوا نبدل نشوف هاكس هنا الاول المفروض ما تعملش دامج كبير قوي. هاكس بالمناسبه يا جماعه قوتها بتتضاعف لما البوكيمون بيبقى عليه ستاتس كونديشن زي ما احنا كنا علينا المشكله بتاعه البيرن. فنعمل هنا ماتل كلاه اوكي. ويلوسب طبعا هتضرب علينا تاني. دي هتقلل من قوه الهجمات بتاعتنا. مضطر ابدل مره ثالثه. ممكن لدرونا لانه حتى لو عمل اي سي ويند المره دي دي سوبر افكتيف. بس احنا معانا سيترس باري بالتشيك باوتش فتعالوا نشوف هنا. وفروت سيترس باري ترجعنا تقريبا ل 75-80% من الاتش بي بتاعنا. تعالوا نشوف كده تشيك باوتش لا رجعنا 90% كمان. فنقدر نعمل بلاك برضو ويلو ويسب. لا اله الا الله. شوف انا حاولت اتفادى كل ده حاولت والله. نعمل بلاك كمان. هكس انا هتعمل دامج كبير قوي اوكي. يعني ما خلصتش علينا. اهم حاجه انها ما خلصتش علينا. كده خلصنا على المزريفيس بعد ما هي بهدلت لنا ثلاث ارباع فريقنا. هنا ضد ده ممكن نجيب سعد. ثواني كده نتاكد برضو. توكسيك سبستيتوت بروتكت وانسينريت. ماشي سعد هو احسن حاجه لانه حتى لو عمل سب اوكي مفيش مشكله. نقدر نعمل واتر بولس الاول. انسينريت مش هتعمل حاجه كبيره قوي. ادي واتر بولس واحده ومد بوم هتبقى اظن كفايه انها تخلص على انسلاندت. تعالوا نحاول انسينريت اوكي تمام. ومد بوم ان شاء الله تبقى وان هيت نوك اوت على بقيه الاتش بي المتبقي على سلاندت. يعني فجاه كده المباريات بقت صعبه شويه معرفش في ايه. طبعا كده كده سيد المباريات الصعبه هو المدرب الاخير لو انتوا فاكرين يعني اللي حصل لنا اخر مره. طبعا هو المدرب بتاع تيم روكت ده هيبدا بدوات. لا عفوا هيبدا ب جراولث وباقي الفريق بتاعه جابايت توجو دمارو وكومالا. جراولث توجو دمارو وكومالا. والله ضد جراولث يعني انا مش عايز اشجعه ان هو يبدل وكده كده هو معاه انتميديت طبعا. بس ممكن ننزل والله بسعد. تعالوا بس نديله ايتم. سعد هيبقى بطل المباراه دي على فكره. لازم ناخد بالنا منه قوي 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 قوي. نديله ممكن ايه نديله السيترس باري برضو. وانا بقول ان هو هيبقى بطل المباراه علشان لو انتوا فاكرين التوجو دمارو هو ده كان اوحش بوكيمون على فريق الخصم بتاعنا. احنا عملنا سيف وهنتوكل على الله بالبدايه مع سعد ونشوف كده مدرب ده هيعمل ايه ضدنا. يعني هو المفروض هيبدا بجراولث يعمل علينا انتميديت طبعا واحنا ممكن نرد عليه بحاجه زي سواء الماد بام او الهجمه الثانيه اللي هي واتر بولس. تعالوا نعمل كده دراجون ريج اوكي. بس احنا معانا اتش بي عالي شويه فدي حاجه كويسه. ادي ماد بام الاول تعمل عليه دامج حلو جدا بس مش هتقلل من الاتش بي بتاعه. او عفوا مش هتقلل من السرعه بتاعته. ده معناه ان احنا هنحرق السيترس باري بتاعتنا بدري بدري. مضطرين. طيب دراجون ريج مره تانية هتعمل دامج كبير طبعا. وادي واتر بولس. اعتقد لو نزل بكومالا البوكيمون اللي جاي محتاجين بس ان احنا نبدل حاجه زي ال اللوكاريو بتاعنا لان هو هيعمل بروتكت ويعمل وراها الهجمه الثانيه اللي هي لاست ريزورت. سامي برضو اقتراح مش وحش. لو بصينا كده على الهجمات بتاعته احنا معناش حاجه سوبر افكتيف ضده. بس انا متشجع للوكاريو اكتر. تعالوا ننزل باللوكاريو كده نجرب حظنا ضده. ادي بروتكت الاول واحنا هنعمل ضده واحده باور اب بانش. شوف تعمل دامج قد ايه. دامج كبير جدا ما شاء الله.
لاست ريزورت المفروض ما تعملش دامج كبير قوي حتى لو هي سوبر نوت فيري افكتيف ومع ذلك عملت دامج كبير. طيب انا حاسه هيبدل, حاسه كده هيبدل. السؤال هنا الجابايت بتاعه سرعته هتبقى ايه؟ هو من الواضح الجابايت هيبقى ابطأ مننا من اللوكاري بتاعنا, بس انا لو عملت باور اب بانش كمان ونزل هو بالراف سكين هتبقى مشكلة, بس انا جرب. ماشي الحمد لله الفكرة نجحت, فادي باور اب بانش ضد الكمالا كانت تمام قوي. طبعا طبعا اعتقد ان هو هينزل بحاجة زي اسمه ايه التوجو دي مارو. لا الجابايت اوكي. خايف والله العظيم خايف, اضمن لي ان انا انزل بحاجة تانية زي هشام مثلا او درونة ولا اجازف واعمل حاجة زي ال باور اب بانش تاني او الماتل كلو. حتى ماتل كلو بلس 2 مفروض تبقى كفاية. خلينا في المضمون يا جماعة, خلينا في المضمون اقول ايه والله. ماشي ادي بولدوز ما عملتش حاجة علينا طبعا. هنعمل بريك بريك الاول, شوف تعمل دامج قد ايه. اوكي ادي راف سكين طبعا هيعمل دول شوب. ماشي هتنزلنا قبل النص كمان, ده كويس قوي. عايز اعمل تيل ويند والله, بس خلينا بريك بريك احسن. ادي بريك بريك كمان, حتى لو راف سكين اشتغل ده معناه ان احنا هنستخدم السيترس باري بتاعتنا ونرجع الاتش بي بتاعنا على الكامل مره ثانيه, ونشوف دول شوب هتعمل نفس الدمج اللي شفناه اخر مره, مش كتير قوي الحمد لله. واخر دول شوب او عفوا اخر بريك بريك هتخلص على الجابايت اللي قدامنا. طيب طبعا طبعا البوكيمون اللي جاي هو السخيف الغتيت توجو دي مارو. طبعا ضد الاستاذ توجو دي مارو لازم انزل بسعد, ما عنديش اختيارات. الفكرة بس انه هل هو معاه اي هجمة ضدنا تخوفنا؟ فيش غير يو تيرن, بقية الهجمات كلها ما بتعملش دامج تقريبا علينا. فاحنا نعمل ماد بوم زي ما انتوا شايفين, يو تيرن عملت دامج مش كبير قوي, بس الماد بوم بتاعتنا مفروض انها تبقى وان هيت نوك اوت على توجو دي مارو. الحمد لله يعني عدنا لننتقم من هذا البوكيمون الريزل. بوكيمون ريزل يعني اقل حاجة تتقال عنه. فادي البيج ناجت بعد الناجت بريدج ما قدرنا نهزمه حقيقة, خدنا فيه حلقة تقريبا كلها, كان يعني محتاج استعدادات وتظبيطات. بس قبل ما نروح نشوف الانكاونترز بتاعتنا على روت 24 نعمل هيلينج لفرقتنا ونروح بقى نسمي الله كده ونشوف هيطلع لنا بوكيمونات شكلها. نظرة على الدكس ناف, عندنا بوكيمونات زي درامبا مش وحش, ماوس هولد لطيف, بس على السنارة الأولد رود في أركتوزولت و ألولان بيرجن مش قد كده بصراحة. طيب لو بصينا على البوكيمونات النهارية نبص على القائمة بتاعت الصبح, أورانجورو فيش فرق, بس في مولترس العادي بتاع كانتو, في سليجو كمان اللي هي الهيسويان سليجو, أعتقد دي أحسن حاجة ممكن نفكر فيها الصراحة. فنقفل الانفينيت ريبيل بتاعنا ونجرب كده حظنا نشوف هيطلع لنا بوكيمون شكله ايه. اورانجورو ماشي ماشي اوكي, هنمسك الاورانجورو ده وهنشوف مين حظه هيكون من هذا البوكيمون. يعني سبحان الله والله لوكاريو هو واحد من مشاهدينا اسمه لوكاريو, حتى كتب لي ما اسمح لكش تغير من اسمي على الحلقة الأولى من المحاولة الجديدة دي. فلوكاريو هو هيكون الأورانجورو بتاعنا. تعالوا نبص على الأبيليتي بتاعة أورانجورو هتبقى إيه. ممكن تكون أبيليتي حلوة برضو, هايبر كاتر مش قد كده لأنه هو سبيشال أتاكر. والله مش عارف أقول إيه, والله مش عارف أقول إيه. طيب فجميع الأحوال تعالوا نعمل ريسات للوقت ونشغل الانفينيت ريبيل. كان ممكن نبص طبعا في الريد دان, بس كالعادة انا ما بحبش اعمل الحركه دي. هنبص على روت 25 لان عندنا بوكيمون جديد برضو ممكن نمسكه هنا. توجيكس سالامنس هيسويان فولتورب معقول, طبعا اسكافيلير جامد, جيجليث لابريس, لابريس هنا كمان ووتر ودراجون, لازم نفتكر الموضوع ده. واو اوكي طبعا بيراجلي اسلام هيجي يتف عليها دلوقتي وكليفيبل, فمش هنجرب خالص الأولد رود. ما
برضو يعني من باب العلم بالشيء تعالوا نبص على البوكيمونات النهرية. عفوا معرفش ازاي ممكن يبقى فيه قائمة احسن من كده بالفعل. ينهر ابيض، هيسويان سنيزل، واترل، ومياوسكرادا، وسلستيلا. سبحان الله، يعني القائمة بتاعت الصبح احسن من قائمة بالليل كمان. فاحنا هنقفل الانفينيت ريبل، هناخد الليف ستون، وبالمناسبة في تي ام احنا عايزين نرجع ناخدها من روت 24. تعالوا نشوف البوكيمون هيطلع لنا. توجيكس يا جماعة، توجيكس، انا بحب توجيكس جدا، وتعالوا نختار اسم جديد نقدر ننقي عليه التوجيكس ده. والشيخ باتريك مبروك عليك. عشان هو شيخ باتريك ولا شيخ بطريق، بس عموما هنسميه شيخ. اوكي، ولا ايه؟ بطريق، بطريق، مش عارف هسميه ايه والله العظيم. نسميه بطريق، يلا. او اس، استنى استنى، عرفت نسميه ايه. اس دوت بطريق، يلا. عايزين لور كيس، وهنا يبقى اسم البوكيمون الجديد اللي مسكناه صح. ويا رب يا رب يا رب يا شيخ بطريق يطلع عندك يعني ability فتاكة. نسمي الله كده ونبص. سامري، بسم الله، كلير بادي، ماشي، مش وحشة، مش وحشة قوي يعني، كده كده نقدر نغيرها. هنقفل، أو عفوا هنشغل الانفينيت ريبل مرة تانية، ونرجع على روت 24. نرجع نستلم التي ام هنا، درينينج كيس طبعا هتبقى لطيفة جدا على توجي كيس. واعتقد هنقفل الحلقة بتاعتنا على قد كده، لانه لو دخلنا في مباريات تاني هتبقى المباراة ضد طبعا باجزي، ودي مباراة طويلة شوية، احب اسيبها الحلقة اللي جاية. بس في جميع الاحوال اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة. ما تنسوش تجاوبوا على سؤال حلقة النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي حاجة من محتوانا. لحد ما اشوفكم في حلقة جديدة من رادك الراد على قناة بوكيمونيان. انا كنت بروفيسور ببعم، خلوا بالكم على نفسكم وسلام.